بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أدري أن في هذه الحلقة في تحت ناس راح تعلق، اللي يقول لك والله القافلة تسير والكلاب تنبح، واللي بيقول لك حاقد وحاسد، واللي بيقول لك مجوسي، واللي يقول لك إسرائيلي، واللي واللي واللي. عموما أنا متعود على هذا الكلام، ولكن أنا يعني أمانتي أمام الله سبحانه وتعالى تحتم علي أني أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. راح أكون اليوم جدا 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 يعني بهدوء أوصل رسالتي إخواني الكرام. افتتح في دبي أمس أكبر معبد للهندوس، وأول معبد للهندوس يسع لألف شخص، ويقول لكم هذا المعبد كلف 16 مليون دولار على مساحة تقريبا 2300 متر مربع، ويعتبر حتى يعني من الأفضل والأكبر حتى في الهند. يعني يقول لكم في الهند ما في معبد مثل هذا المعبد اللي تم افتتاحه في دبي إخواني الكرام. طبعا في نفس الوقت اللي المسلمين يتعرضون لشتى أنواع العنصرية والتعذيب والقهر ومن قبل الهندوس المتطرفين في الهند تحت رئاسة حكومة كودي مودي فودي، هذا النجس الخنزير المعروف بعداوته الشديدة للإسلام والمسلمين وعنصريته عنصريته صراحة القذرة تجاه المسلمين. فالرسالة اللي أنا حاب أوصلها إخواني الكرام، ترى اللي أنتم تشوفون هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي. شنو الطبيعي؟ إن فعلا تعود عبادة الأصنام في جزيرة العرب تدريجيا تدريجيا، وهذول طبعا معروفين في معبدهم مليء بالأصنام ومليء مش عارف حاطين رمز لرأس بقرش كبرها وبعض الأصنام. فتخيلوا تخيلوا الرسول يوصينا احنا المسلمين، يقول لنا لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. احنا مش جمعنا دينان، للأسف جمعنا 17 دين. معبد طبعا افتتح في الامارات، معبد للسيخ ومعبد لمدري ايش ومعبد للبوذا، البوذيين، نعم تم افتتاح لهم بوذيين. وحتى ذاك اليوم كانوا حاطين صنم مش كبرى في احدى الشوارع الهايويز اللي يسمونها هايويز. يعني صراحه فعلا فعلا تزعل ان جزيره العرب صار فيها اصنام. طبيعي طبيعي، لان الرسول قال. طيب يا عبد العزيز انت الان ليش زعلان؟ كيف حري تسامح تعايش، احنا احرار. لا يا حبيبي، انت مش حر، انت مسلم، وانا لابد اوقفك عند حدك، لابد اني انا ابلغك وانصحك، لانك انت اللي تسويه كفر. رسالة حاب اوصلها لمحمد بن راشد، بالذات محمد بن راشد، لانه هو رئيس دبي، او شو يقولون هناك، رئيس ولا حاكم دبي، نعم حاكم دبي. حاب ابلغك ان عمرو بن لحي هذا رآه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يجر امعاءه في جهنم. اوجه لك هذه، وصلوا له هذه الرساله، السالفه مسخت. فيا محمد بن راشد، عمرو بن لحي شافه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يجر امعاءه في جهنم. ليش؟ لأنه هو اللي جلب الأصنام وفتن العرب وبدل دينهم. العرب ترى قبل كانوا يعني يعبدون الله على دين سيدنا إبراهيم، فكانوا حنفاء. فجي هذا عمرو بن لحي القذر النجس، راح يقول لكم صوب هناك الشام، وشاف ناس يعبدون أصنام، فقال لهم شنو هاي؟ قال والله إحنا يعني هذول، احنا اذا بغينا مطر نطلبهم، اذا بغينا رزق نطلبهم اصنام. فقال لا والله احنا نبي بعد، احنا اذا بغينا مطر هاتوا. فراح ياب له 3-4 اصنام من الشام وركزهم حطاهم والعياذ بالله في الكعبة، وفتن العرب وخلاهم يعبدون الاصنام، وانتشرت عبادة الاصنام في جزيرة العرب بسبب هذا القذر عمرو بن لحي. فيقول لكم في جهنم يجر امعائه. نعم، تخيلوا واحد يمشي ومعاه في الشارع في الطريق وهو يجره وهو ماشي من العذاب والتعذيب. فوالله راح يصيبكم انتم هذا الموضوع اللي قاعد تجيبون عبادة الأصنام وتجيبون في جزيرة العرب. طيب يا عبد العزيز هذول هندوس، أنا ما أفهم شيء.
انا ما افهم شيء، لكن اصبروا واقطعوا هذا المقطع. ان ما جاءوا اماراتيين واصبحوا هندوس ما كون عبد العزيز الانصاري. اذا انا شخصيا شباب مسلمين، عبد العزيز انا رحت اوروبا ودخلت كنايس، واو كنايس حلوه، وعبد العزيز والله العظيم تشوف الزركشه وتشوف الديكورات وتشوف وتشوف. شباب مسلم بس دخل كنيسه شاف ديكورات فتن فتن. نعم، كم واحد دخل في المسيحيه من 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 شبابنا المسلم؟ كم بنت من 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 بنات الخليج هربت ودقت صليب؟ جاوبوني جاوبوني. فلما الاماراتي احنا نقول واحد دينه خفيف دخل هذا المعبد وشاف النظافه وشاف العطور وشاف البخور وشاف هل هذا وشاف، لا ما راح يفتن. والله راح يفتن، والله راح يفتن، خاصة الآن والإسلام يحارب. أنتوا تفكرون إحنا لما نجي ونقول والله هذا حرام وهذا عيب، إحنا تفكيرنا الآن؟ لا يا حبيبي، الواحد تفكيره تفكير طويل المدى. والله يا مسلمين قاعدين يفتنونكم في دينكم تدريجيا تدريجيا، والحملات الشرسة اللي أنتوا قاعد تشوفونها الآن من تشويه صورة الإسلام وتشويه صورة البخاري وتشويه صورة العلماء والطعن في العلماء والطعن في القرآن والطعن في حديث الرسول، والله كلها مقدمات لجل أنكم أنتوا تتركون دينكم. وهذه المعابد اللي أنتوا تشوفونها من ديكورات وزركشة وفخامة وذهب وما ذهب، لاجل انك انت تفتن في دينك. هذا اللي قاعد يحدث الان، حسبي الله ونعم الوكيل. وفي حتى فيديو شوفوا الان، واحد لابس عقال وغتره نزل وقبل راس الثور هذا اللي حاطينه، ما ادري الثور ما ادري راس البقره اللي في المعبد. نعم، مثل هذول البقر اللي قاعدين يترقصون في مع الحاخامات. حبيبي اخواني الكرام، ترك الدين عباره عن شنو؟ ترك الدين والفتنة في الدين تورا تورا تدريجيا تدريجيا. الآن يقبل هو يقول لك والله مثل ذاك الأهبل اللي راح مو بعرف والله واحد من الشيوخ في معبد قال ساتشارام ما أدري شنو، يعني بما معنى يحيى الإله رام، وحتى لقطة أنا عرضتها لكم، وقاعد الثور هذا الأهبل الحخام مالهم أو الكاهن مال المعبد استغرب. مربا قالها ربا قالها، يعني كان قاعد يقول له انت خبل، طلعت خبل. والله اخواني الكرام، هذا الشيخ الاماراتي طالع يقول ساتشر رام ما ادري ايش قال، هاي بما معنى ان يحيى الاله رام او يحيى الاله، هذا انصدم، هاي حمار طلع. والله اخواني الكرام، يعني شوفوا شلون الموضوع تدريجيا تدريجيا، تبدا العمليه بمجامله بكذا أب هاي، يقبل راس البقرة شوي شوي إلا يفتنونه، تعال والله وكذا، وانت بتحصل وانت هوب شوي ولا يعبد لك الصنم. هذا اللي يحصل إخواني الكرام، انك يعني الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان، الشيطان ياخذك حبة حبة. فاحنا لما نحذر من هالغنم اللي قاعدين يحطون اصنام ويحطون معابد، ومش هدفنا الان، هدفنا ان المسلمين لا يفتنون. هدفنا اول شيء طبعا رقم واحد احترام كلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا احنا نضرب كلام الرسول، هذا كفر، كله كفر اخواني الكرام، هذا كله كفر. الرسول يقول لك لا تجمع، احنا جب من الاديان كلها صارت عندنا. وبعدين انا اقول لكم حاجه، يعني في النهايه انت لما تقول مسيحي يهودي هذول يعني في النهايه يعبد الله، نعم يشرك بالله وعقيدة فاسدة لا ننكر هذا الكلام، لكن هذول لا، هذول مع دياناتهم خرابيط، أصنام، أوثان، سيخ، بوذا، كلام يعني هذا ما يدخل العقل. يعني أنت كيف تسمح لهم؟ يعني إذا كان أن احنا مثلا حرمة أن احنا ندخل الديانة المسيحية وحرمة ندخل، فهنا الحرمة أشد إخواني الكرام. فأنا أقول لكم أبشروا، كلام الرسول ما لا يثنى، سيدة كلام الرسول سيدة،
الأصنام والعياذ بالله راح ترجع مرة ثانية بفضل هالأنجاس هذول، هالأنجاس اللي كل واحد يدعي نفسه أنه مسلم. كل يوم دخلي لنا دين، كل يوم فاتحي لنا معبد، كل يوم دخلين. وأنا أقول لكم فعلا صدق الدكتور عبد الله المفيسي أنه سيأتي يوم هذه إمارة دبي راح يقرون فيها سياسة تقرير المصير. إحنا بنقرر مصيرنا، ما هو الإنسان اللي تنازل تورا يتنازل، بتصير العملية بتصير مثل سنغافورة. والله إن هذه دبي وهذا هو المخطط، راح يصير فيها تقرير مصير وراح تعزل وتصير دولة مستقلة لا لها علاقة لا في إسلام ولا في دين، عبارة عن عرقيات وعبارة عن 70,000 دين وعبارة عن ناس عرب وهندوس وهنود وصينيين. وراح نشوف الصينيين وراح نشوفوا فعلا ما في هوية. أنا أدري إن الآن ناس بتقول عني حاقد وحاسد، وأدري إن في ناس تقول والله القافلة، وأدري إن في ناس تقول أنت مالك خص وأنت أنا مالي خص، لكن أنا كمسلم أبلغ. أنا بلغت وأنت حر، وأنت حر وقد أعذر من أنذر. أنت حر والله، أنتوا أحرار، واستحملوا راح يجيكم في المستقبل، استحملوا راح يجيكم في المستقبل. واللي يبي يزعل يزعل، واللي يبي يتضايق يتضايق، واللي يبي ياخذ النصيحة أنا أقول لك يعني الله يهديكم يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل. والله ما يعجز اللسان، يعجز اللسان من التطورات المريبة والخطيرة اللي قاعد تحدث في الأمة. وبعدين أنا أقول لكم ترى ما يحدث هناك تدريجيا قد يحدث في دول أخرى، قد تدريجيا قد تنتقل الأمور إلى دول أخرى. الحين مثلا الهندوس في عمان، ولا الهندوس في قطر، ولا الهندوس في البحرين، الهندوس مثلا اللي في بعض الدول هناك، وها شلون اشمعنا فالعملية بتبدأ ضغوطات سياسية، وخاصة أن احنا دول متفرقة. احنا ليش نقول خلكم يد واحدة؟ لما دام احنا دول متفرقة، كل دولة الأمم المتحدة تضغط علينا، أمريكا بتضغط علينا، وأهم شيء عندهم جزيرة العرب هذه، ورقم واحد المملكة العربية السعودية يفسدونها، لأنهم يريدون القضاء على الإسلام من لغليغو. وين لغليغو؟ وين هالكلام اللي احنا نسمعه؟ وين مهبط الرسالة؟ أرض الحرمين. هي قاعدين الآن يفسدون في أرض الحرمين، ويفسدون في دول الخليج، بهدف ان فعلا يقضون على الاسلام. انا اقول لكم الان احنا يطلعون ناس، ما علينا طولت اخواني الكرام، يطلع لك ناس يقول لك شوف اهل الخليج، هو مثلا انسان عايش في دوله عربيه ولا عايش في اوروبا، يقول لك يا اخي اذا دول الخليج، وطبعا هو لما 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 لما, لما احنا نقول دول الخليج ايش يقصد؟ يقصد جزيره العرب، يقصد ان هم نفسهم العرب اللي نزل الاسلام عليهم، باعوا الاسلام فتيون تحاسبوننا احنا. لا يا حبيبي، لا تحاسبوننا، روح حاسبوا اهل الخليج. فهذا هو المخطط اخواني الكرام، تدمير سمعة ارض العرب وجزيرة العرب، وتدمير سمعة مهبط الرسالة، وتشويه سمعة مكة والمدينة، لجل ان خلاص اذا قضيت على مهبط الرسالة هنا اعتبر الموضوع انتهى في اي دولة اخرى في العالم. وانا اقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. حسبي الله نعم الوكيل مما يحدث. والله يا محمد بن راشد أنا أوجه لك رسالة الآن، وأقول لك عمرو بن لحي اللي دخل الأصنام رآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في جهنم، اتقي الله. أنا أوجه لك الرسالة هذه وانت حر.